سنوات أربع كان ينتظر فيها أصحاب المطابع أن يحل عليهم موعد الانتخابات الذي من المفترض أنه يدر عليهم بالعمل الوفير من خلال طبع الإعلانات الانتخابية، لكن تغيرت المعطيات والعديد منها في هذه الدورة الانتخابية. بعدما كان المرشحون يعتمدون على أصحاب المطابع في طباعة كارتاتهم وملصقاتهم الإعلانية، أصبحوا هم يمتلكون المطابع، فأغلب المرشحين تمكنوا من شراء مطابع يتجاوز أسعارها 30,000 دولار أمريكي تستخدم فقط في هذه الفترة الوجيزة قبيل الانتخابات لطباعة أكبر عدد من المنشورات الدعائية. يعني أحد الأحزاب أنا جاي أشتغل المرشح واحد عندهم واقف يمي، هاي قبل كم يوم واقف يمي قال لي ايش قد تصير الحملة مالتي؟ قلت له كذا رقم. أنا بعد غير معول على الله ثم على هذا المرشح بالذات، باوع علي قال زين ايش قد سعرها للطابعة؟ قلت له بكذا مبلغ، وين يبيعونه؟ أنا على لاهيتي سولفت والله خله وراح. شو ثاني يوم الرجال قال وقف طبع يا بليش، قال خلص اشتريت طابعة وهاي مواد عندي وشغلت بها عامل ومشي الموضوع. أسعار الطابعات ليست هينة، فأسعارها تبدأ من 9,000 دولار أمريكي كأقل قيمة لأصغر جهاز وصولا إلى أكثر من 30,000 دولار. أما استخداماتها فتكاد تكون محدودة بذوي الخبرة وأصحاب المهنة. المشكلة يعني أرخص طابعة عندنا، أرخص طابعة يعني ما يقارب الدفتر وفوق. إيه يعني هسه أنا هسه روكاي مطبع هاي طابعة صغيرة يعني ما بيها يعني ما تطبع كل القياسات، سعرها ب90 ورقة. هي هاي أدنى شيء يعني أنا داخل، واللي أعلى أكو 3 دفاتر، أكو 4 دفاتر، أكو 6، مو سوى يعني. لم يؤثر احتكار العمل بهذه الصورة على أصحاب المطابع وحدهم، إنما يتعلق الأمر بالأيدي العاملة التي تنتظر مثل هذه المناسبات لتجد فرص عمل تؤمن لها قوتها لحياة كريمة وإن كانت لفترة قصيرة. من بغداد محمد فراس، قناة التغيير.